رأيك في مقترح الحكومة المؤقتة برفع الدعم عن المحروقات والسلع التمويل؟ والله كما قلت لك بالنسبة لنا احنا كمواطن والمواطن العادي تأثر فيه. تأثر فيه من الناحية المادية طبعا، صعب انه يتوفق بين يرفع عليه الدعم ويرفع عليه الوقود، والناس ما غباك من الأخير موش ناقصهم يعني. في أي الحالات المواطن ترى أنه هو ممكن يوافق على رفع الدعم؟ هل مثلا في حال رفع المرتبات أو غيره؟ تمام، في حال يرفع المرتبات ويقعد المرتبات ينزل شهريا تبقى العملية ما فيش مشكلة، لكن بالوضع اللي توحنا فيه مرتبات يعني تمشي للمصرف يقول لك نعطوك 400 وبيقول لك نرفع الدعم ونرفع عن السلع وعن المحروقات، صعب ما يساعدش المواطن أكيد يا أبله. والله هم لو بيرفعوا الدعم وبمرتبات يقدر نفس ما انه ما داروا شيء هم، بس هم طبعا مرتب المواطن الليبي يعني مش محصله اصلا، هو حتى مرتبه العادي مرتبه يعني على قده ومش محصله، فكيف لما يرفعوا الدعم كيف يبيع شيء المواطن الليبي؟ مش حيقدر يتاقلم. والله انا من لعن تو هيك بالظرف الموجود ما نفضلهاش بصراحه، لان لازم من بديل ترفع معناها تنهتني ناب المصروفات بالذات المحروقات نستعمل فين كل يوم. انت شوف المحروقات يعني استعمال السياره ما عندناش مواصلات اخرى بديله يعني، فالسياره اصبحت ضروريه، ولما حتى نجيب نغير الزيت شوف الزيت كم قعد سعر الكيلو نتاع، فما هوش حل في المواطن، ما هوش حل، ما يساعدش بصراحه، مازال وقتها على الاقل تو ما زالت يعني. طيب في حال يعني رفع المرتب مقابل رفع الدعم على السلع، كيف ترى الخطوه هذه يعني؟ راه ان هو اختراق وخلق عمليه يسموها فيها تضخم وانهيار قيمه الدينار قدام السلع، يعني نقدروا الحاجه بدل ناخذها بجنيه نقدر تاخذ فيها بخمسه جنيه، ما هوش حل يعني، يقدي جيبي منفوخ بالفلوس وما لناش قيمه يعني، برضه ما نبوش نوصلوا ايش الحاجه هذه باعتبار انا كدوله يعني عددها ودخلها وسعر الدولار الرسمي ما نوصلوش المرحله هذه يعني. طبعا نأيد الاقتراح هذا كويس ومناسب للمواطن يعني، خاصة عن المحروقات عن البنزين والمشتقات ورفع الدعم. هل يناسب المواطن في الوضع الحالي رفع الدعم عن السلع والمحروقات؟ أي بمعنى هل حيقدر يوفر حاجته من السلع والمحروقات في حال رفع الدعم علينا؟ إن شاء الله إذا كان طبعا زادوه في المرتبات حيكون مناسب له رفع الدعم وتوفير بعض الأموال إن شاء الله. أكيد قرار غلط لو صار منا، لأن الدولار شايفين وضع البلاد والنازحين والمرتبات اللي ما فيش، قلة السيولة، لما ترفع الدعم وين بتقدر الناس على البنزينة؟ بكم بيقعد لترة البنزينة؟ كم بتقعد بيعبي سيارتك بخمسة تقعد تعبي فيها بخمستاش؟ في حالة ان المرتب ينزل يوم 28 في الشهر، في حال ان المواطن مرتبه يزيد وينزل يوم 28 في الشهر مش يوم مش حتى 30 عشان يلحق ان يلحق على البنزينة وعلى السلعة وعلى كذا. انت شوفي نقصت في الجمعيات شوية السلعة كيف قعدت، الزيت برا كم وقام قعد، مجرد دعاية ان البنزينة بترقى شوفي الوضع كيف صار. لا والله انا ما ترفع الراي بصدق يعني، نحن من الغادي ما يعني مش محاصين حتى ورتبنا يعني، ما بالك عاد لما يرفعوا حاجه كيف هذه، يخلوا الوضع كيف ما هو. طيب برايك شنو انعكاسات القرار او الموضوع هذا لو انه بالفعل تم؟ اعتقد كارثه، صح ولا لا؟ نحن هكا تحسي في الدنيا يعني ما فيش تقدم بالكل، لما انت تعدي تشوفي السلع التموينيه برا تلقى العالم كله برا، عرفتوا؟ بل الجمعيات ما فيش حاجه بالكل عليها، الرز والله وين الرز؟ السكر والا هني هذا الزيت بس يعطيك على عدد الانفار، واللي يبقى عندها نفرين ولا ثلاثه ايش بيدير هذا؟ ونحن يعني ما شاء الله بلدنا غنيه في كل شيء. بالنسبه لرفع الدعم عن المحروقات والسلع كان مثلا يمنع التهريب، نحن بعد نرفع الدعم وكان في مواطن واعي بالشكل هذا حنمنع التهريب، وحاجة أخرى مثلا كانت توصل مثلا يعني القيمة نقدية
بعد يرفع الدعم للمواطن وتحل مشكلة السيولة. فلذا نحن مع الاقتراح هذا ما فيش مشكلة بالكل. والله رأيي انه هو يكون هو مش حل يعني كيف اللي خذوه حاجة من هنا حطوها من هنا، يعني هو مش حل، الا كان في حاجة واحدة الحل انه هو يزيدوا مرتبات المواطن بس. مش كويس، لان لو مثلا رفعونا على المواطن وراتب المواطن ها يعني مش نفس الراتب الاول مش حيساعده اصلا، الا اذا كان رفعوا الراتب المواطن زاد يعني زاد الراتب اوكي يقدر يعني الشخص انه ايوه يعني ما، لكن هيك راقي السعر والراتب ما فيش، ومش ما فيش يعني الراتب شويه ما يساعدش يعني. اكيد في مصلحه بالنسبه لنا رفع الدعم، بس في حاله شنو، في حاله ما ناخذ مقابل اصلا، لكن يرفع الدعم الحاجه من 5 إلى 17 بدون مقابل ما مش حيستفيد منها شيء اصلا. انت كمواطن مع رفع الدعم في حال انه زاد المرتب تستفيد، في حاله ما زيد مرتبي قاعد اكثر من جمعات ضد اكيد يعني مش حنستفيد بعدين. والله قلت لك لا في المرحله الاولى يعني تمام كويس يعني بعد يضيفوها على المرتب، بعد يضيفوها على المرتب تساعد الانسان في قلت لك في حالته الماديه، وبالعكس حتى العكس حتى هو الدوله ما تدعم المحروقات والسلاح حتى هي تساعد. يعني انت بصفه عامه مع رفع الدعم في حال تم رفع المرتب؟ طبعا لا، في الحالتين تمام ان شاء الله مش مشكله. والله ايش اقول لك، طبعا احنا انا كمواطن احكي لك تو ضد الشيء، ضد القرار اللي هم يبوه هذا، لان هذه حتسبب مشكله للناس. نحن هيك خاطي قصه السيوله في البلاد وقصه البنزينه متوفره، بس رفع الدعم عليها يعني حيتعب ناس واجده. فنحن نطلب من الحكومه انا تشوف مطالب الناس وتساعد الناس في حاجات واجده، لان سبب مشاكل هيك وسبب خروقات، فانا واحد من الناس ضد الشيء هذا يعني.